شبح الإغلاق الجديد يخيم على الدول الأوروبية وسط موجة كورونا رابعة تجتاح القارة الأوروبية. النمسا تدخل إغلاقاً شاملاً بدءاً من يوم غد يشمل جميع السكان، قرار أعلنت عنه السلطات بعد أيام من قرار حجر استهدف غير الملقحين، لتكون النمسا أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات الإغلاق وسط ارتفاع قياسي بإصابات كورونا. وأعلن المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ بأن النمسا ستلزم سكانها بتلقي اللقاحات المضادة لكوفيد اعتباراً من الأول من شهر فبراير المقبل. أما ألمانيا فهي في قبضة موجة رابعة مأساوية على حد تعبير المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل. الحكومة الألمانية أعلنت دخول البلاد في حالة طوارئ وطنية في ظل تفشي الوباء وتسجيل أرقام قياسية تجاوزت 60,000 باليوم ووجود أرقام مقلقة في عدد الوفيات وصلت إلى 264 حالة. البرلمان الألماني أقر إجراءات صارمة على غير الملقحين تمنع دخولهم إلى المطاعم والأماكن المغلقة حتى بفحص كورونا سلبي، كما ستفرض الحكومة على جميع مستخدمي وسائل النقل إبراز شهادة تلقيح أو شفاء أو فحص سلبي. أما في هولندا وقبل أسبوع من دخولها إغلاق جزئي ستفرضه السلطات للحد من انتشار وباء كورونا، دلعت احتجاجات تحولت لأعمال عنف في مدينة روتردام تنديداً بالقرارات الحكومية. أضرب المئات من مثيري الشغب النيران في السيارات وأطلقوا ألعاباً نارية ورشقوا الشرطة بالحجارة التي ردت بدورها بإطلاق أعيرة تحذيرية وفتح مدافع المياه ضد المتظاهرين، أدت إلى سقوط جرحى واعتقال الكثيرين. وفي ضوء ارتفاع إصابات فيروس كورونا أوروبياً، أوصت الهيئة المنظمة لقطاع الدواء في الاتحاد الأوروبي بإمكانية إعطاء دواء تجريبي لعلاج كوفيد-19 من إنتاج ريتشباك بيوثيرابيوتكس، يؤخذ في صورة كبسولات مرتين في اليوم في غضون 5 أيام من ظهور الأعراض الأولى للمرض، وذلك لعلاج البالغين الذين لا يحتاجون إلى دعم بالأكسجين ويواجهون خطر المرض. أرحب بضيفي في لندن الدكتور أحمد المشتت، الطبيب الجراح بالمستشفى الملكي في لندن. دكتور أحمد أهلا وسهلا بك معنا. الإجراءات في النمسا، فرض الإغلاق الشامل وأيضا تدابير ألمانية جديدة لمواجهة كورونا، كل هذا أي إشارات يعطيك؟ الإشارات واضحة جدا أن الوباء لم ينتهي ولن ينتهي. حلول فصل الشتاء دائما ينذر بخطر زيادة عدد الإصابات، مرور أكثر من 8 أشهر الآن على تطعيم أوائل الناس في أوروبا يشير على أن الاستجابة المناعية قد تنخفض وهذا قد يعرض الناس للإصابة. رفع كل القيود في الدول الأوروبية من ضمنها الكمامات ومسار التقارب الاجتماعي أيضا واحد من الأسباب المهمة التي أدت إلى زيادة عدد الإصابات. الإشارة الأكثر أهمية الحقيقة هي في التركيز على جهود التطعيم، يعني النمسا وصلت إلى نسبة 66% اليوم من تطعيم سكانها، ولكن على الرغم من ذلك شهدت زيادة هائلة في عدد الإصابات تصل إلى 1,000 حالة لكل 100,000 شخص. إذن التطعيم يجب أن يشمل أكثر من 70% النسبة التي اعتقدنا في بداية الجائحة أنها قد تصلنا إلى جدار مناعي قوي يحد من انتشار الفيروس. الآن هناك أهمية كبيرة للجرعة التعزيزية الثالثة لتطعيم الأطفال فوق عمر 12 عام للحد من انتشار الفيروس في المدارس خصوصاً. دكتور أحمد، الوضع في بريطانيا، نسب الملقحين وكذلك الجهود الصحية، الإجراءات الوقائية، هل يمكن أن تنتهي بذات المشهد الذي نراه الآن في النمسا وألمانيا؟ بريطانيا الآن حقيقة أقل الدول الأوروبية في عدد الإصابات، تصل النسبة إلى حوالي 350 إصابة لكل 100,000 شخص، وتستطيع أن تقارنها مع إصابات النمسا وألمانيا. نسبة التلقيح وصلت إلى 68%،
أكثر من 13 مليون شخص أخذوا الجرعة التعزيزية الثالثة، وهناك جهد حثيث لإعطاء اللقاحات لأطفال فوق عمر 12 عام. هل نتجه إلى إغلاق وطني شامل في بريطانيا؟ من غير المحتمل، رهان الحكومة ورهان المستشارين الصحيين، الحكومة وهيئة الصحة البريطانية، على أننا لن نتجه إلى إغلاق وطني شامل. الهدف هو العيش مع الفيروس، نحول الفيروس من جائحة، من وباء، إلى مرض متوطن. العمليات اللقاح يجب أن تستمر. هناك علاجات مهمة الآن دخلت على الخط، مثل دواء المونا بيريفير والدواء الذي أنتجته شركة فايزر، وبريطانيا اشترت كميات هائلة من هذه الأدوية، تعطى في الخمسة أيام الأولى للإصابة وتقلل من خطر الإصابة والدخول إلى المستشفى بنسبة تصل إلى 90%. لهذا الوضع طبعا حذر، مراقبة عدد الإصابات سيكون يوم بيوم، ولكن لحد هذه اللحظة لا يوجد أي ضغط مباشر وكبير على الهيئة الصحية في بريطانيا. دكتور أحمد، هناك نقطة في إطار التعايش مع هذا الفيروس، كما وصفت توطين الفيروس، هذا يحتاج إلى لقاحات وإلى ربما حتى معالجات خاصة للتعايش مع هذا الفيروس الخطير، لكن بنفس الوقت هناك من يرفض وما زال يعتقد بأن فيروس كورونا مؤامرة. كيف يمكن أن تقنع هؤلاء بأن يتعايشوا مع الفيروس ويحتاطوا كي لا يصابوا؟ الحقيقة يعني الحقائق الموجودة، عدد الإصابات في كل العالم والوفيات واستمرار الموجات، يعني النمسا دخلت الموجة الخامسة، العراق مقبل على موجة رابعة، في بريطانيا ما زلنا ندور في فلك الموجة الثالثة منذ الصيف. هذه حقائق مثبتة موجودة على الأرض تثبت أن الفيروس موجود وأن الفيروس لن يرحل. فيروس كورونا هو يشبه فيروس الإنفلونزا. فيروس الإنفلونزا بدأ عام 1173 ميلادي، وهذا يعطيك الانطباع أن هذه الفيروسات التنفسية هي موجودة لتبقى ولن تختفي بأي شكل من الأشكال. الهدف والأمل أن اللقاحات وتطوير الجيل الثاني من اللقاحات، وهناك بشائر أن الجيل الثاني الذي يعمل على تحفيز الخلايا التائية قد يكون متوفر خلال 5 أعوام، وهذا قد يسبب مناعة دائمية ضد الكوفيد 19. والعلاجات ستستمر، المعاهد العلمية بإنتاج علاجات جديدة. المعارضين لإلزامية التلقيح بحجة حقوق الإنسان يجب أن ينظروا إلى حياة الإنسان، عندما تتعارض حقوق الإنسان مع حياة الإنسان تبقى حياة الإنسان هي الأهم وهي الأغلى. أنا حقيقة شخصيا مع إلزامية التلقيح، لأنه مع هذا الفيروس ليس لديك إلا حلين، أما التلقيح الشامل واستمرار الجرعات التعزيزية أو الإغلاق الشامل. والإغلاق الشامل لن يكون بدون أضرار اجتماعية ونفسية على الجميع. شكرا جزيلا لك من لندن الدكتور أحمد المشتت، الطبيب الجراح بالمستشفى الملكي في لندن.